الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. بعد العودة من روسيا محملين بالذهب، حط أفراد بعثة المنتخب الفرنسي في قصر الإليزي، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون. ورغم وجوده مع الجهاز الفني واللاعبين خلال التتويج في ملعب لوجنيكي واحتفاله معهم داخل غرف الملابس، أصر ماكرون على حضور اللاعبين إلى قصره من أجل الاحتفال مرة جديدة. قائد المنتخب الوطني هوغو لوريس قدم كأس العالم إلى ماكرون الذي أثنى على إنجاز الجيل الحالي للكرة الفرنسية. كفى عنصرية في أوروبا ضد الشعوب الأفريقية، كفى تمييزا ضد المهاجرين. هكذا هنى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فرنسا بفوزها بلقب المونديال، مطالبا بوقف العنصرية ضد الأفارقة في القارة العجوز. مادورو وخلال فعالية حكومية في كاراكاس تطرق إلى اللاعبين الأفارقة في أوروبا وتحديدا في منتخب ديوكي، قائلا: فاز منتخب فرنسا رغم أنه يبدو كمنتخب أفريقي، فازت أفريقيا حقا، فاز المهاجرون الأفارقة الذين وصلوا إلى فرنسا. وأمل مادورو أن تتلقى أوروبا رسالته ضد العنصرية. وقبل الوصول إلى قصر الإليزي، احتشد الآلاف من الفرنسيين على طرقات لاستقبال موكب المنتخب الفرنسي. أبطال العالم جابوا طرقات العاصمة الفرنسية في حافلة ركاب مفتوحة حاملين الكأس الذهبية، وأراحوا يلقون تحية على الجماهير المحتشدة للتغني بإنجازهم الكبير. وبعد 20 عاما من الاحتفال مع الجماهير بالفوز للمرة الأولى بكأس العالم، عاد ديدييه ديشان كمدرب هذه المرة للاحتفال مع الجماهير بالفوز الثاني في تاريخ البلاد. المشهد في العاصمة زغرب لم يختلف كثيرا عن نظيره في باريس. الجماهير الكرواتية استقبلت منتخب بلدها استقبال الأبطال المتوجين بالكأس. بعثة المنتخب الكرواتي جابت شوارع زغرب لتحية الجماهير التي بادرتها بالمثل وسط أجواء احتفالية رائعة. المشجعون الكروات اعتبروا أن لاعبيهم كانوا أبطالا وهم الذين يستحقون التتويج قياسا إلى مسيرتهم في البطولة، لكن القدر شاء أن يحمل الفرنسيون الذهب إلى باريس. اللبنانيون شاهدوا تتويج منتخب فرنسا بالمونديال عبر سفارتها في بيروت. حشد جماهيري من الجاليات الفرنسية واللبنانيين تابعوا النهائي عبر شاشة عملاقة في باحة السفارة الفرنسية في البلد الفرنكوفوني. على غرار المدن والساحات الفرنسية، كانت السفارة الفرنسية في لبنان تعيش أجواء المباراة النهائية على طريقتها الخاصة. شاشة عملاقة ومقاعد تجسد مدرجات استاد لوجنيكي في موسكو، وأجواء احتفالية سبقت المباراة، سرعان ما تحولت إلى عيد وطني بعد التتويج. الجالية الفرنسية في لبنان إضافة إلى اللبنانيين من أصحاب الجنسية الفرنسية افترشوا باحة السفارة بحضور القنصل برونو فوشيه، وراحوا يتفاعلون مع كل هدف للديوك في مرمى كرواتيا. صغار وشيب وشبان ارتدوا قمصان ليبلو وحملوا العلم الأزرق والأحمر والأبيض، ورددوا أناشيد خاصة بالمنتخب الوطني باللغة الفرنسية. عند كل هدف للزرق يدوي صدى حناجر الفرنسيين فوق مدينة بيروت، احتفالا بوضع النجمة الثانية على قميص الديوك بعد مونديال 98. رباعية مقابل هدفين أدخلت الفرحة إلى عشاق الفرنسيين في البلد الفرنكوفوني، وجعلت السفيرة فوشيه فخورا بإنجاز منتخب بلده. الحاضرون في باحة السفارة اعتبروا أن التتويج الفرنسي في المونديال يعد مفاجأة سارة، ولا سيما أن البطولة شهدت مشاركة منتخبات كبيرة وعريقة كانت مرشحة بقوة لنيل اللقب. الاحتفالات بالعيد الوطني استمرت بعد الإنجاز الكروي، بات 15 من تموز يوليو امتدادا لانتصارات الفرنسيين وإنجازاتهم على جميع الصعد وصولا إلى الرياضة. في خبر غريب، وقبل انطلاق نهائي المونديال اختطف الذئب زابيفاكا، والغموض لف الأخبار حول الحادثة. الجريمة وقعت في مدينة سان بيترسبورغ وتحديدا في حي كورورتني. استفاق الناس يوم الأحد الماضي ولم يجدوا زابيفاكا، تمثال تميمة المونديال الذي يبلغ طوله مترا و800 سنتيمتر وتتخطى قيمته 22,000 دولار. المصادر الرسمية في المدينة أكدت أن مكان عرض التمثال غير مجهز بكاميرات مراقبة، ما يصعب معرفة هوية السارق أو توقيت السرقة.
النجم الأسترالي تيم كاهل يسدل الستار على مسيرة دولية حافلة مع منتخب بلده. اللاعب المخضرم علق حذاءه الدولي بعد مشاركته في 4 نسخ مونديالية. ابن 38 عاما ارتدى قميص المنتخب الوطني في 107 مباريات دولية وأحرز 50 هدفا كأفضل هداف في تاريخ منتخب الكنغر. وكان النجم الأسترالي يأمل أن يسجل هدفا في مونديال روسيا لينضم إلى البرازيلي بيلي والألمانيين أوفي زيلر وميروسلاف كلوزي الذين سجلوا في 4 بطولات لكأس العالم، لكنه فشل في هز الشباك. الرغبة في تحقيق إنجازات جديدة في ثالث محطاته الاحترافية هدف كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس. النجم البرتغالي بات رسميا أحد أفراد عائلة سيدة العجوز بعد تجاوزه الفحص الطبي وتقديمه إلى الإعلام. رونالدو يهدف إلى مواصلة تحقيق الإنجازات والبطولات على غرار مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد. الدون وقع عقدا مع بطل إيطاليا لأربع سنوات مقابل 112 مليون يورو مع راتب يبلغ نحو 600 ألف يورو أسبوعيا بعد حسم الضرائب. تواصلت مكاسب يوفنتوس الإيطالي منذ الإعلان عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. مبيعات قمصان رونالدو مع يوفنتوس وصلت في يوم واحد إلى 520 ألف قميص، ويعد هذا الرقم ضخما جدا مقارنة بمبيعات قمصان يوفنتوس في عام 2016 بأكمله، حيث باع النادي 850 ألف قميص. وبالتزامن مع بيع القمصان حصل ارتفاع هائل في أعداد المتابعين لحسابات يوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن صفقة تعاقد مع الدون. النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا يبدأ رسميا رئاسة دينامو بريست البيلاروسي. الأسطورة الأرجنتينية تحط الرحالة في مدينة بريست وقدم إلى وسائل الإعلام بعد توقيع العقد. مارادونا تعهد بتطوير كرة القدم في بيلاروسيا وهو يسعى إلى تحسين صورة فريق دينامو بريست الذي احتل المركز السادس في الدوري نهاية الموسم الماضي. مهاجرون يستغلون كأس العالم للتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية ومن دون تأشيرة دخول. فنلندا وبيلاروسيا أكبر المتضررين والمهاجرون يطلبون اللجوء. قرار روسيا السماح للمشجعين الأجانب بالسفر إلى أراضيها من دون تأشيرة فتح الباب أمام المهاجرين المتربصين لدخول دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية وطلب اللجوء فيها. موسكو طبقت نظاما يعتمد على بطاقة تعريف المشجعين، يعفى بموجبه صاحب البطاقة من نظام التأشيرات الصارم في روسيا ويسمح له في التنقل بحرية بين المدن التي تستضيف البطولة. روسيا البيضاء وقعت بدورها اتفاقا مع روسيا يسمح لحاملي بطاقات المشجعين بالعبور في أراضيها من دون تأشيرة، ما فتح الباب أمام بعض الراغبين في الهجرة لشراء تذاكر إحدى المباريات ومحاولة الدخول إليها. الأمن البيلاروسي أوقف 4 مغاربة وعددا غير محدد من الباكستانيين خلال محاولتهم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع ليتوانيا وبولندا. المغاربة موجودون حاليا في مراكز احتجاز مؤقتة وقد تفرض عليهم غرامات مالية قبل ترحيلهم ومنعهم من دخول روسيا البيضاء لخمس سنوات فيما لم يكشف عن مكان وجود الباكستانيين. المشجعون الوهميون لم يدخلوا فقط إلى بيلاروسيا بل حاول البعض العبور إلى فنلندا المجاورة لروسيا، حيث عبر 3 أشخاص الحدود الروسية الفنلندية وقدموا طلبات لجوء في فنلندا بعدما وصلوا إلى روسيا حاملين بطاقات المشجعين. وفر مواطن صيني إلى هلسنكي وقدم طلب لجوء بعدما كان قد وصل إلى روسيا عبر بطاقة مشجع أيضا. وبرغم رفض طلب 500 مشجع الحصول على بطاقات حضور المباريات، لا تزال محاولات الدخول بطرق غير شرعية وطلب اللجوء قائمة، وبحسب السلطات الروسية فإن العملية سوف تستمر حتى نهاية كأس العالم.
كروزيرو يواصل حملة الدفاع عن لقبه ويتأهل إلى ربع نهائي كأس البرازيل رغم تعادله أمام ضيفه أتلتيكو بارانينسي بهدف لكل منهما، ويضرب موعدا مع سانتوس. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز كروزيرو خارج الديار بهدفين مقابل هدف، ما منح حامل اللقب أريحية كبيرة خلال مباراة الإياب. وبعد شوط أول سلبي وشوط ثاني غابت عنه الفرص، انتظر المضيف بل المستضيف حتى الدقيقة 86 ليتقدم بهدف جورجان دي أراسكيتا، وفي الوقت المحتسب بدل عن ضائع أدرك بيركسون هدف التعادل للضيوف. أسطورة سباقات السرعة الجامايكي يوسين بولت يقترب من تحقيق حلمه واحتراف كرة القدم من خلال الانضمام إلى سنترال كوست مارينرز الأسترالي. وبحسب الشروط الأولية المتفق عليها مع النادي الأسترالي، سيخوض بولت اختبارات لستة أسابيع بدءا من شهر أب أغسطس المقبل مع مارينرز، وقد يتبع هذه التجربة توقيع عقد لموسم واحد. المحادثات بين بولت والنادي الأسترالي مستمرة منذ 5 أشهر، وهي تقترب من الوصول إلى الختام السعيد للطرفين. مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة للميادين.نت والميادين بالإسبانية اسبانول.الميادين.نت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.